لقي أكثر من 12 عنصرا من الميليشيا الحوثية الإيرانية مصرعهم في معارك عنيفة مع الجيش الوطني في شمال محافظة الضالع. وقال مصدر عسكري إن المعارك نشبت بين الجانبين عقب تصدي الجيش لهجوم شنته الميليشيا على مواقعه في منطقة يعيس شمال مريس. وأضاف المصدر أن الميليشيات تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وأن جثث قتلاها لا تزال ملقاة على أطراف يعيس. وأشار إلى أن الميليشيا فشلت في انتشال قتلاها بعد أن أعاقت مدفعية الجيش محاولة ذلك. وللوقوف على كسر الجيش الوطني هجوما فاشلا للميليشيات الحوثية على مريس بالضالع، ينضم إلينا من هناك العقيد أحمد الحسيني القيادي بالجيش الوطني. أستاذ أحمد، يعني ضعنا في تفاصيل إفشال الجيش لهذا الهجوم العنيف من قبل الميليشيات الحوثية. يا أخي الكريم، أعدوا عدة يعني جيدة جدا، وتجمعوا من عدة مناطق، وأتوا ب 12 رجل مع دبابتين مع كتيشة مع 23 مع المدفعية، وأعدوا إعداد تام لسلام جرها، وهجموا هجوم مكثف جدا 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 على جميع المحاور، يعيس والجبهة الغربية التي هي الرحبة وسطاح. نعم، ولكن بمشيئة الله عز وجل وبمساندة مدفعية اللواء 83 واللواء الرابع احتياط تصدوا لهذه الهجمة الأبطال والأشاوت أفرادا وضباطا وكذلك لرجال المقاومة ودحروهم، والذي يرى الجثث وهي مرمية الآن على الشعاب إلى حد هذه الساعة لم يستطيعوا أن يسحبوا هذه الجثث. جثث كثيرة جدا حتى أننا لا نستطيع أن نحصيها. وقوات المدفعية الآن تحاصر هذه الجثث ولم يستطيعوا حتى سحبها. والحمد لله أن هذه الجبهة مريس البطلة، مريس الصمود، مريس التحدي. هذه الجبهة العصا التي لا تنكسر والسخ. نعم. حضرة العقيد، إن كنت تسمعنا، يعني هذا الهجوم يأتي بعد أيام من الحشد واستقدام الحوثيين لتعزيزات إلى مريس، من بينها دبابات حديثة والقيام بحملات تحشيد وتعبئة. هل كان الجيش بالمقابل يعني يجهز للتصدي لهذه الحملات ويعلم مدى العتاد والتحضيرات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية؟ نعم أخي الكريم، نعم أخي الكريم، هناك غرفة عمليات ورصد ومتابعة أولا بأول حتى الأعداد التي قاموا بالهجوم بها محصاة لدينا بالرقم، وبل استعدينا لذلك ورتبنا الصفوف ورتبنا مقاتلينا بخنادقهم وظلوا في وضع استعداد وجاهزية قتالية عالية جدا منذ 3 أيام وهم متربصين لهذه الهجمة، ولم يأتوا إلا ونحن على استعداد تام، فكانت النتيجة ذلك. أن وفق الله وأن تم دحرهم، ولا غرابة في ذلك بكثرة القتلى. لم تصدق حتى منذ أشهر ومنذ سنين وهم على هذه الكيفية، لا أدري أي عقول يفكرون بها. شعاب والله لم يخرجوا منها سالمين، كل من حاول أن يتقدم إلى هذه الجبهة يكون قتيلا او جريحا. نعم، ويعني هنالك تأكدوا من المستشفيات بدمت ويرين التي نهلت الجرحى، اما القتلى فلم يستطيعوا ان يسحبوهم الى هذه الساعه. يعني اعداد القتلى التي وصلت الى المستشفيات بالرقم كانت 13 جثه لعناصر ميليشيا الحوثي، يعني هذه الأعداد التي وصلت إلى المستشفيات. بداية تعطينا أرقاما تقريبية لأعداد قتلى الميليشيات
وتفسيرك يعني واضح بأن الميليشيا تنتحر على أبواب مريس، لماذا هذا الانتحار لميليشيا الحوثي؟ بداية أرقام تقديرية للقتلى والإصابات أيضا. هذا القتلى الذين تم سحبهم، نعم، هم الذين قتلوا بواسطة المدفعية التي لا نستطيع أن ندخل إليها، وهم أسكن المواقع بأنفسهم بداية الهجوم التي استطاعوا أن يسحبوها. نعم. أما بقية الجثث فهي لا زالت مرمية، بقية الجثث لا زالت مرمية. نعم. وكل الناس وحتى الذين يمشون بالخط الرئيسي للسلك يرون هذه الجثث وهي عن يسرى ويمنع للجهد، لم يستطيع أحد أن يسحبها، إنما قاموا بإحصاء من وصلوا إلى مستشفى فلب. نعم. وكذلك والحمد لله رغم هذا الهجوم إلا أن الإعداد والعدة والجاهزية القتالية التي تتمتع فيها أبطالنا والخطة القتالية التي واجهوا بها هذا الهجوم الآثم كانت معدة إعداد قوي جدا 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 جدا، حتى أنه لم يسقط من المقاومة من أفراد اللوائين إلا شهيدين فقط، أما الجرحى لا يوجد. نعم. يعني هذا النصر حضرة العقيد يعني جاء في ظل غياب لطيران التحالف العربي، تفسيرك لهذا الغياب؟ بالنسبة لطيران التحالف أتى بعد انتهاء المعركة. نعم. بعد أن تمت المعركة طبعا توصلوا مع عملية اللوائين مع العملية المشتركة للتحالف، وفعلا بعد أن استمر القتال ومحاولة الهجوم لأكثر من 3 ساعات وهم يحاولون الهجوم بعد 3 ساعات وبعد أن تمت بحرهم أتى طيران التحالف، فتم التواصل مع العملية المشتركة بعدم الضرب. نعم. لأنهم قد سروا هاربين. العقيد أحمد الحسيني القيادي بالجيش الوطني متحدثا عن إفشال هجوم ميليشيا الحوثي لمدينة مريس، كل الشكر لك.